اسامه انت اتكلمت فيها، هل من المقول ان ده فاول؟ خلي بالك ده من ضمن الحالات اللي هي المعايير المزدوجه للحكم عدم احتساب المخالفات. هنا في مخالفه هنا على لاعب اورلاندو لم تحتسب، بتروح ايضا انفراد والفار مش موجود. خلي بالك، وهنا بقى الفار مش موجود، لو الفار موجود ممكن يجيب الحكم لو جه منها هدف، لكن هنا بنشوف هنا الحاله ديت لم تحتسب، ودي مخالفه واضحه جدا جدا للاعب النادي الاهلي لم تحتسب. ده الخطا الثالث. نيجي نشوف الخطا الثالث، يعني دي كلها اخطاء. البعض يرى ان المباراه عدت، لا المباراه ما عدتش تحكيميا، ما عدتش. هنا في دهس، ممكن يكون اللاعب جاي ممكن من التحرك بتاعه وسرعته ما قدرش ان هو يودي رجله، ولكن انا هنا على الاقل هنا كابتن في الطاقه نقول هنا الطاقه صفر. انا شايف فيها وقت المباراه انها فيها تعمد يا كابتن نصر، كان ممكن اللاعب يفادي امام عاشور لكن كان فيها تعمد. بص يا كابتن اسامه، خلينا اقول تعمد مش تعمد، هل من المعقول ان حاله زي ديت ما ياخدش فيها بطاقه؟ بطاقه صفر تستدعي طبعا على الاقل، يبقى هنا في بطاقه صفر مفقوده. انا بتكلم على المعايير المزدوجه للحكم، مش قادر حتى كمان في الاخطاء اللي هي العقوبات الانضباطيه مش قادر يطلع البطاقه الصفر. تعال نروح للحاله اللي بعد كده. احنا قلنا تركيز، وده كان عنوان تحليلنا كابتن اسامه، هنا المساعد رقم واحد. تخيل ان اللعبه ديت لو جت جون، كل دي العاب مهمه، خلي بالك انت بتتفرج ما تاخدش بالك منها. هنا الكره بتتلعب للاعب النادي الاهلي اللي هو ورا خالص، اللي هو في موقف سليم. نشوف هنا اخر لاعب من المدافعين مغطي، وهنا بنلاقي المساعد بيرفع على تسلل مش موجود. هنا برضك ايضا المساعد فقد التركيز، فقد نقطه مهمه جدا وهي لحظه اللعب وموقف التسلل. نروح للعبه اللي بعد كده. هنا ايضا هنا لاعب النادي الاهلي بيرتكب معاه مخالفه، تعطيل هجوم واحد وفيها انذار، ما طلعش الانذار. شفت كلها اخطاء في مباراه سهله، ما بالك لو مباراه صعبه وفي احداث داخل الصندوق هنا وهنا، او اللعيبه ما ساعدتش الحكم. ده خطا ايضا في المباراه لم يشهر فيه البطاقه الصفراء للتهور.